لما صاحبك العبقري يقولك ان الارض مسطحه مش كرويه، انا عايزك تفهمه برد مش موجود على النت ومش هيلاقي له اجابه. علشان تسافر من نيوزيلندا للقاهره انت محتاج 27 ساعه ومفيش طيران مباشر. المشكله فين بقى؟ انك لو عايز تسافر من نيوزيلندا للارجنتين بتاخد 11 ساعه بس. اقنعني بقى. ابعتها لصاحبك العبقري دلوقتي وقول لي هيقول لك ايه.